الأرقام بتقلك إنه من المتوقع ارتفاع نسبة الإصابة بمرض الألزايمر بحلول عام 2050 لتشمل 75% من سكان الدول النامية والعالم الثالث. والأرقام بتقلك إنه أظهر الدراسة إنه شرب القهوة يلي بتحتوي على كمية عالية من الكافيين قبل 3 ساعات من موعد النوم الاعتيادي بيأخر الدورة الطبيعية للنوم لمدة 40 دقيقة.